أقامت كل من جوقة ينبوع المحبة بعمان وكنيسة رقاد السيدة العذراء بالمفرق أمسيتين روحيتين اشتملتا على ترانيم ميلادية ابتهاجاً بعيد الميلاد المجيد. حضر الأمسيتين عدد من الأساقفة والأباء الكهنة والراهبات وجمع غفير من المؤمنين. إلى التفاصيل. أقامت جوقة ينبوع المحبة بقيادة المايسترو طعمة جبارة وعلى مدى يومين متواصلين أمسية ترانيم ميلادية لعام 2019 على مسرح راهبات الفرنسيسكانيات بعمان احتفالاً بعيد الميلاد المجيد. تم فيها تقديم فيلم يسوع والميلاد واستخدام تراتيل جديدة بأسلوب حركة مختلف. وحضر الأمسية التي كانت بعنوان لنسير نحو بيت لحم سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وعدد من الأساقفة والكهنة والراهبات من مختلف الكنائس والدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وجمع غفير من الحضور. كل سنة سالمين. يسوع هو العيد كان هو أمسيتنا اليوم، هي العنوان للأمسية. بهاي الأمسية حاولنا يكون في عنا تراتيل مختلفة على مدار كل سنة، بنقدم تراتيل جديدة. بهالذات هاي السنة استخدمنا تقنية شاشة LED حتى يكون مش مجرد صوت، يعني قول صوت وصورة حتى توصل أكثر للناس. دخلنا أسلوب الحركة مع المرتلين لأول مرة، استفدنا من المسرح. عملت الكونسرت على مدار أمسيتين يومين، يعني فينا نقول على المسرح. حابين نوصل رسالة مهمة بهاي الأمسية، إنه مزبوط هو الزينة حلوة والشجر حلو وكل هاي الأمور جميلة والإنسان بيحبها، لكن الأساس هو يسوع هو العيد. كانت هاي رسالتنا. اسمحوا لي أشكركم نورسات ووجه خلالكم يقول ولد يسوع إن شاء الله قربت، يعني هللويا كل سنة بسنة. شكرا لكم. Merry Christmas everyone. اليوم عملنا الأمسية بمسرح الرهبات الفرنسيسكانيات. الحمد لله كانت أمسية ناجحة، ونحن كمان كمرتلين كتير استمتعنا ونحن بنعمل بالأمسية، وينعاد عليكم بالصحة يا رب. اليوم عملنا الأمسية الثانية من أمسيات جوقة ينبوع المحبة بمناسبة عيد الكريسماس. كانت أمسية كتير مميزة، ضفنا عليها كتير أشياء غير عن السنوات القبل. استمتعنا كتير إحنا كمرتلين، ومسيرة 18 سنة إحنا دائماً هدفها إنه نمجد الله بأصواتنا وبالإضافة للعازفين اللي معنا. وبس هيك، شكراً كثير لوجودكم معنا كل سنة. اليوم عملنا الأمسية الثانية لهذا السيزن الكريسماس. نحن عندنا كان في هدف من الكونسبت إنه يسوع هو العيد، وفعليا أنا بحس إنه نحن بهذا الترتيل من مجد الله عشان يعني المجد بميلاده بهاي الترانيم. إن شاء الله نكون وصلنا هاي الصلاة للناس، وكل سنة تسلمين، وشكرا لوجودكم دائما معنا.
كما أقيمت في كنيسة رقاد السيدة العذراء بالمفرق أمسية ميلادية بعنوان نرتل لنصلي ولا نصلي لنرتل، قدمتها جوقة الكنيسة بقيادة المرتل الأول رامي سماوي، واشتملت على تراتيل بيزنطية تلائم الحاجة الروحية لمعنى العيد المجيد. حضر الأمسية القنصل الأردني في جمهورية سان مارينو سامر قعوار، ورئيس بلدية أم جمال حسن الرحيبة، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات، وجمع غفير من المؤمنين. في ختام الأمسية سلم كاهن الرعية ديمتريوس السماوي دروعا تذكارية للقنصل قعوار ورئيس البلدية أرحيبة.